معكم. بالنسبه للمقابله ديال اليوم راه كانت صعبه. فريق اللي حسن التاكيد اللي تنعرفوا كل ما تيدربش كاين فريق الوداد الرياضي اللي كذلك عنده عياء كبير على اللاعبين. اتضح اليوم تقريبا شفنا العملو وشفنا عده لاعبين. كنا حاولنا نهزو من الوريتم شويه باش نديزيكيليبريو فريق حسنية أكادير، لأن عرفنا بأن شحال هذا ملعب وكاين عنده موك كومبيتيسيون. ما استطعناش لأن كنا لعبنا بواحد الريتم شويه منخفض، لكن دوزيام ميطون شفنا عدة فرص ما كناش موفقين. أنا أكيد بأن اللاعب اللي تيكون مونطالمون مثلا كاين واحد شويه ديال العيا أكيد بأن غادي يأثر على التركيز ديالو، ولكن النقطة في أكادير في ظل الظروف اللي عشناها تنظن بانها ايجابيه. نتمنى ان شاء الله في باقي الدورات التحاق ديال بعض اللاعبين اللي غادي يكونوا ان شاء الله جاهزين 100% كما اكد عليها السي فوزي. لان دائما تنصحت في المقابله اللي فاتت ولا هذه المقابله وجميع المقابلات السي فوزي تاكد على المجموعه ولا جميع اللاعبين. نتمنى ان شاء الله في باقي الدورات نكونوا احسن بدنيا، لان فريق كما شاف الجميع اليوم بان خلقنا عده فرص غير ما كناش محظوظين. نتمنى ان شاء الله الحظ يكون بجانبنا في باقي الدورات ان شاء الله. وبعد ما تفوتنيش المناسبه باش نشكر السي المجيد البلاكي وكذلك طلال والاخوان جميعا، لان جاو التحقوا باللاعبين ويعني وبان كانوا بجانبنا تقريبا هذا الاسبوع كله، كذلك التحاق ديال الفندق فطمئنوا اللاعبين وكانت اشياء ايجابيه. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظن جمهور الوداد الرياضي ان شاء الله. تنعرفوا دابا يعني مواقع التواصل الاجتماعي كنت يقول ان غيجي فلان غيجي هذا غيجي هذا، اكيد بان حتى اللاعبين حتى هما بشر. كاين بعض اللاعبين مثلا اللي حتى هما غادي توصلهم بعض الاشاعات، فهذا هو اللي يعني لان هذه اشياء ايجابيه طمئن اللاعبين طمئن الطاقم التقني. هذا هو اللي بغا يوصل لنا اقل ولا اكثر. اكيد بان الوداد لا خوف عليها، دار رجالات ان شاء الله، فكان التدخل ديالو اللي بوزيتيف وهذا هو الشيء اللي كان ايجابي بالنسبه للمجموعه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.